لو الحكاية فيها إن فيتو فلم تكن موفقة. حضرتك شايف أداء المنتخب مع كوبا إزاي وفرص مصر كاس العالم؟ المفروض إن الجيل ده جيل كويس وجيل شباب وعندهم تحدي واضح مع نفسهم وبتربطهم علاقات طيبه جدا وظهرت في الحقيقه في الجابون الحقيقه ظهرت بشكل طيب في اريحيه للولاد مع بعضها وده مؤشر ايجابي لجزئيه ان احنا فرصنا طيبه في كاس العالم تمام. انما تملي انا معلش انا تملي يعني احلامي ما بعد يعني انا دلوقتي بفكر في ان انا اوصل كاس العالم. طب وكاس العالم اللي بعديه صحيح ما المفروض ان انا الفرقه اللي تحتيهم دي ابقى بالنسبه لي بدخلها زي ما بيقولوها كده بلغه الرياضه يعني مفرمه بشتغل من دلوقتي بشتغل وبعمل مباريات وديه وقوه ودوت عشان ده كمان لو في عنصر من العناصر الطيبه اللي يلحق كاس العالم الجاي دي لو يقدر يدعمهم ويظهر يبقى جميل ولو ما كانش ابقى كمان للي بعديه وللي بعد اللي بعديه. فين بقى الاستراتيجيه دي بتاعت اتحاد الكوره؟ هل الفيجن دي موجوده ولا احنا بنطلع جيل وبنحط ان الجيل ده يعمل 6 مواسم وبنشتغل عليه؟ لا ما ينفعش. انا مش محتاج كده. انا بالعكس انا اوجد جيل واوجد له جيل تحتيه بنفسه يوم لما انا اخد من ده ومن ده اخد الافضليه كلها اللي على ده واخليهم كلهم ينافسوا بعض الولاد تنافس بعضها عشان اطلع منتج. لان انا مش مطلوب كل مره ان انا احلم ان اوصل كاس عالم. انا مطلوب مني يا فندم ان انا لان انا اكمل واقدم عروض طيبه وان انا ممكن ان انا اطلع في ترتيب النادي الاهلي لما اشترى في كاس العالم انديه اول سنه لما يكون موفق. السنه الثانيه خطوه. السنه اللي بعديها خد ثالث. واخد بالك وهكذا. يعني اللي انا اقصده انا ايه التارجت بتاعتي؟ التارجت بتاعتي مش المشاركه. المشاركه دي يعني انا شايفها كلام عابر يعني اخش النهارده واطلع بكره مش التارجت بتاعتي خالص. الناس انتقدت اداء المنتخب مع كوبا في اول ماتشين وبعد كده لما نجحنا وصعدنا بدات الناس تتكلم. طبعا بص هو بلا شك ان الراجل يعني واضح انه عارف امكانيات اللعيبه في الظروف الحاليه عشان نبقى واقعيين يعني تمام. ونجح انه يعمل برضو الهارموني في العلاقه الطيبه ودي برضو تحسب له. انما برضو في توفيق يعني طبعا انت في كور من مباراه المغرب لو كانت دخلت في فينا ما كانش نقدر ان احنا وخد بالك. وفي توفيق ان انا لما اروح بالكره تخش خلص وفاخر بدل دخل يعني فاهم. يعني انا ممكن اروح واضيع انما انا ربنا كرمني ده زي ممكن بقى نيات طيبه ممكن ان يكون عشان بلدنا كانت محتاجه تفرح ممكن بدعوه الناس الغلابه ممكن برضو بمجهود اللعيبه لان هم كانت نيتهم طيبه ونفسهم يعملوا حاجه لبلدهم. كل ده بيندرج تحت مند ده والرزق.